أعلنت قوة سوريا الديمقراطية شن عملية ضد تنظيم داعش بالتعاون مع التحالف الدولي. وتعد العملية التي تحمل اسم صاعقة الجزيرة تعتبر ردا على هجوم شنه عناصر التنظيم قبل 3 أيام على مركز أمني بمدينة الرقة، ما أودى بحياة أفراد من القوات الكردية شمالي سوريا. بدورها لم تعلن قوات التحالف الدولي مشاركتها في العملية حتى الآن. وكان داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم في الرقة مؤكدا أنه يأتي بهدف الثأر لعناصره المسجونين لدى القوات الكردية. للمزيد ينضم إلينا من القامشلي بشمال شرقي سوريا مراسلنا هجر. السيد هجر، هل من معلومات واضحة أو صورة واضحة فيما يتعلق بهذه العملية، بسيرها، بطبيعة المشاركين فيها وموقف التحالف الدولي على الخصوص منها؟ نحن نتحدث هنا عن محاولة لصد ومواجهة داعش. نعم، بحسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أكدت بأنها أعلنت وبمشاركة من التحالف الدولي وقوات الأمن الداخلي الأسايش التابعة للإدارة الذاتية عملية حملة ضد خلايا تنظيم داعش تحت اسم صاعقة الجزيرة، والذي يستهدف الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وأيضا الحسكة ومنطقة الهول وتل حميس. وبحسب المعلومات وبحسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية جاءت هذه الحملة بعد الهجوم الأخير لخلايا تنظيم داعش وفقدان 6 عناصر من قوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية لحياتهم في منطقة الدرعية الواقعة في الجهة الغربية من مدينة الرقة. وبحسب مصادر خاصة بسكاي نيوز عربية بأن مع بداية الساعات الأولى من الحملة تم اعتقال العشرات من المشتبهين بهم، من كانوا يحاولون مساعدة عوائل تنظيم داعش في الهروب من مخيم الهول. ونحن نعلم جيدا بأن مخيم الهول والذي يضم نحو 60,000 من عوائل تنظيم داعش، وبحسب المصادر الخاصة لسكاي نيوز أكدت بأن هذه العملية تستهدف هؤلاء الأشخاص الذين يساعدون ويقومون بعمليات نوعية في مخيم الهول. وبحسب المعلومات أيضا قوات سوريا الديمقراطية اكتشفت مستودع أسلحة في منطقة تل حميس الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة القامشلي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك هجر سيد مراسلنا من القامشلي.